تم افتتاح نافذتنا الخاصة على كتيبة جيشنا الوطني العاملة تحت مظلة قوات حفظ السلام الأممية في مدينة بمباري بوسط إفريقيا. بكم جديد. أشاد ممثلو الهيئة الأممية العاملة في مدينة بمباري بجهود الكتيبة الموريتانية العاملة في هذه المدينة، كما أعرب ممثلو السكان المحليين عن امتنانهم لما توفره لهم من أمن ودعم إنساني ساهم في تحقيق السلام في المدينة. 3 كتائب من الجيش الموريتاني أدت حتى الآن مهام حفظ السلام في إفريقيا الوسطى بأمانة ضمن جهود أممية قررت مساعدة هذا البلد على استعادة عافيته. الجهود الموريتانية تميزت بالأمانة والنزاهة والكفاءة، وذلك بشهادة مسؤول المنتظم الأممي أنفسهم. ماذا يمكن أن أقول حين أتحدث عن كتيبتكم؟ يمكن أن تفخروا بهؤلاء الجنود والضباط الذين يشرفون علم بلادهم. لقد عملنا ضمن فريق عمل من أول كتيبة لكم هنا، وقد عملنا منذ البداية على استتباب الوضع الأمني في بامباري. إننا سعداء بتحقيق الاستقرار والسلام في بامباري على يد الكتيبة الموريتانية. أنا سعيد جدا للعمل مع الإخوة الموريتانيين الذين أثبتوا كفاءة وجدارة من خلال العمل في مناخ صعب ووضعية أمنية معقدة، وأسجل مع القائد ومع الجنود عملا كبيرا جدا ساهم في تحقيق الأمن في هذه المدينة وهذه الدولة التي تواجه أزمة حقيقية. وأنا على يقين أن الموريتانيين أبلوا بلاء حسنا فيما يتعلق بعملهم ضمن المينيسكا وما تحقق على أيديهم من أمن وسلام. حقيقة القول أقول أن الكتيبة الموريتانية قد أبلت البلاء الحسن والحمد لله، وقامت بجميع الترتيبات اللازمة لإبقاء مدينة بمباري في حالة سلام وحالة هدوء والحمد لله. فترات متباينة على مستوى الوضع المتأزم في هذه البلاد، لكنها لم تفت في عضد القوات الموريتانية التي حافظت على قدر كبير من المهنية إبان تأدية المهام، ما ترك انطباعا إيجابيا لدى السكان المحليين. نعلم أن الكتيبة الموريتانية لا تتكفل بالأمن فحسب في مدينة بامباري، ولكنهم يقومون بأعمال مدنية عسكرية أخرى لدعم السكان بالمعدات. على سبيل المثال، الكتيبة تقوم كل عام بحملات لدعم الصحة والتعليم وتوفير المياه للسكان الأكثر احتياجا. هاي الأرض كامل الحمد لله رب العالمين موريتاني، والحكم مشكلة ما دخل مشكلة كل بلد باس موريتاني فهم لين تستغل لين تزيء اللي راقي توف مشكلة ما خالق سانت أفريق هون كل موريتاني ما فيه مشكلة ما قد قار راقي الليلة ما قد قويت نار. عودة إفريقيا الوسطى إلى سكة السلام أمل ينتعش مع كل يوم تشرق فيه شمس صباح جديد لا تسمع فيه أصوات الرصاص، يوم يصبح فيه هؤلاء السكان على نشاطاتهم الحياتية كالمعتاد. تقسم مدينة بامباري لعدة أحياء، أحياء تقطنها غالبية من المسلمين، وأحياء تقطنها غالبية من المسيحيين ومن بعض الديانات الأخرى، بينما توجد أحياء مختلطة. الكتيبة الموريتانية تأخذ عدة نقاط داخل هذه المدينة، تأخذ نفس المسافة من الفرقاء، لا أقرب إلى هؤلاء ولا إلى أولئك، إنما ينتظر السكان هنا بلهفة أن تكتمل جسور التواصل والاتفاق بين الفرقاء من أجل سلام دائم في هذه الدولة الإفريقية. سعيد الحبيب للموريتانية بامباري.